أن الصوم اختلف عن سائر الأعمال بأن الله لم يبين أجره وثوابه للناس، بل جعله له مستأثرا به. وفيه أن الصوم جنة يقي الإنسان سيء العمل، وفيه أنه من المشروع للصائم أن يكف نفسه عن كل ما يكون من الرذائل الأخلاقية والسلوكية والعملية، فلا يرفث ولا يصخب. وفيه من الفوائد أن الصائم مندوب له أن يكف نفسه عن مقابلة الإساءة بمثلها. وفيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد الخبر، وفيه أن ما يكره الإنسان من الرائحة بسبب الصوم هي يوم القيامة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، ثواباً وعاقبةً وجميلة منقلب. وفيه مشروعية الفرح بطاعة الله، وفيه أن للصائم فرحتان، أن للصائم فرحتين، الفرحة الأولى عند الفطر، والفرحة الثانية إذا لقي الله، فرحة معجلة وفرحة مؤجلة. نسأل الله أن يجعلنا من الفرحين بلقائه.